بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية، نعم، هذا كمقدمة للأبواب التالية التي سيتكلم فيها الشيخ. فيقول أن العالم له صفة في كل شيء، له صفة في تحصيله، له في صفة في طلبه للعلم، له صفة في إعطائه للعلم، له صفة في المناظرة في العلم. فكل أحواله له صفات لا بد من أن يتحلى بها، وبالعموم لا بد له من أن يتحلى بالأخلاق السنية العالية الرفيعة السامية، وأن يتخلى عن الأخلاق الدنية الرضيعة التي لا تليق بمن هو عالم أو يسير في طريق طلب العلم. وسيتكلم الإمام بعد قليل عن تلك الأخلاق. نعم. ذكر صفته في طلب العلم. فمن صفته لإرادته في طلب العلم، طبعا هو بدأ من طلب العلم حتى توصل إلى التعليم وما شابه، فبدأ مع طالب العلم مراحل تلو الأخرى. نعم. فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحصل به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. نعم، الآن يذكر صفة طالب العلم في طلبه للعلم. فبدأ من اعتقاد طالب العلم، من بداية ما يجعله طالب العلم في نفسه أنه ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل، أنني إذا أردت أن أطلب العلم أن أطلبه بنية التعلم لأعمل به بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قد تدخل نيات أخرى في طلب العلم، منها ما هو شبه حسن ومنها ما هو قبيح. فمن النيات الحسنة أن أنوي أن أرفع الجهل عن غيري، فهذه نية حسنة ليس بها شيء، لكن أن لا تكون هي المقدمة.
فلا بد من أن أنوي أن أرفع الجهل عن نفسي وأن أصلح عبادتي لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تكون الأمور الأخرى الحسنة. لأن الأصل أن أنجي نفسي، ليس الأصل أن أنجي غيري وأترك نفسي. فأعلم أن تعلم وطلب العلم فريضة افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وروي حديث طلب العلم فريضة، وهو حديث ليس بصحيح، لكن كمعنى هو معنى صحيح، لأن القاعدة عند أهل العلم الوسائل لها أحكام المقاصد. الصلاة فريضة، ووسيلة الصلاة، وسيلة معرفة الصلاة أو وسيلة صحة الصلاة العلم بها. فتعلم أداء الصلاة فريضة، لأن الصلاة فريضة. السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمها سنة. المحرمات تعلمها فريضة، لأن الوقوع فيها محرم. فهذه الوسائل لها حكم المقاصد. فنعرف من ذلك أن طلب العلم فريضة، وطلب العلم ينقسم إلى أقسام، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب وفرض كفاية، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فالواجب تعلم الواجبات والفرائض، تعلم الصلاة، تعلم الصيام إلى آخر ذلك من الفرائض. بعض العلم وجوبه لا يكون دائما، يعني تعلم الحج لمن لا يستطيع الذهاب إلى الحج، علمه مستحب ويجب عند نية الذهاب إلى الحج. تعلم الزكاة لمن لا مال له حسن وسنة ومستحب، لكنه ليس بفرض لمن لا مال له. تعلم أحكام التجارة ليس بفرض على من ليس بتاجر وليس له اهتمام بالتجارة، لكن تعلمه حسن وهو من فروض الكفاية. لا بد لأن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلم ذلك، فإن أهملت الأمة تعلم ذلك فقد أهملوا الخير الكثير وأثموا بذلك البعد عن العلم. وهناك ما علمه حسن من الأمور التي لا يحتاجها كل أحد، قد يفرض على بعض الناس، يعني مثل ما يتعلق بالقضاء، إذا تعلمه شخص من عامة الناس مسائل القضاء في الدماء والقصاص وما شابه ذلك، إذا تعلمه يؤجر على تعلم ما أنزل الله، لكنه لا يجب عليه. من العلوم ما هي جائزة؟ علوم الدنيا، وقد تدخل علوم الدنيا أحياناً بالاستحباب، من العلوم التي تيسر للناس أمور معايشهم، تيسر للعبد مصدر رزق أو ما شابه ذلك، فهذه قد تدخل في الاستحباب. ومن العلوم من تكون جائزة، من علوم تتعلق في الدنيا، من معرفة بأمور قد لا يكون فيها نفع كبير، ومن العلوم ما يكون مكروهاً كتعلم بعض العلوم التي لا تنفع وهي أقرب إلى الضرر من منفعتها، يعني مثل تعلم أشعار نزار قباني، هذا مكروه، هذا. ومن العلم ما يكون محرما كتعلم السحر، وقد يدخل في الكراهة تعلم كتب أهل الكتاب لمن ليس ممن يناظر أهل الكتاب ويرد على شبهاته، وقد يصل تعلمه إلى الحرام لمن لا يمن على نفسه فتنة. فهذا بالنسبة للعلم ومن حيث الوجوب. فينظر المرء ما افترض عليه، يعني شخص بده يروح يشتغل بالتجارة ويدرس السوق ويدرس السلع ويدرس الأسعار ويسأل عن التجار وعن المبيع وما بعرف إيش والضرائب وما شبه ذلك، ولا يفتح كتابا في الفقه يتعلم فيه أحكام التجارة، هذا مقصر تقصيرا يأثم عليه. كذلك شخص يريد الزواج ولا يتعلم آداب النكاح، لا يتعلم شروط الزواج، لا يتعلم طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه
فهذا أيضا أهمل علما يأثم بهذا الإهمال. الشخص يريد الذهاب إلى الحج لا يفتح كتابا في الحج إلى آخر ذلك من أمور إذا احتاج الإنسان إليها فلا بد من النظر في الشريعة قبل أن ينظر في الأمور الأخرى. كذلك يقول: وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، لا يليق بالمؤمن أن يكون جاهلا، فلا بد من للمؤمن أن يكون مثقفا، والثقافة ليست هي التوسع في كثير من الأمور، وإنما هي اطلاع على أصول كثير من العلوم مع الاختصاص بعلم معين. يعني شخص مثلا مختص بالشريعة لكن يكون عنده بعض الاطلاع على بعض الأمور الدنيوية يكتسب فيها يعني ثقافة، إذا فتح النقاش في مسألة لا يكون يجهل بها جهلا كاملا، يحسن به أن يكون متعلما، ويسوءه ما يسوءه إذا جهل أمورا في دينه، إذا جهل الأمور التي تهمه في دينه فهذا مقصر لا يحسن به. لكن إذا جهل أمور الدنيا فأمور الدنيا كثيرة والتشاغل بها ليس هو الأصل. لكن أيضا لا يقال أن العالم الشريعة كما يقول بعض الناس نسأل الله يهديهم، يقول مثلا أنت لماذا تتكلم في الشريعة ولا تتكلم في الفيزياء؟ طب أنا ما اختصاص فيزياء، ليش اللي يتكلم في الفيزياء ما يتكلم باللغة العربية والشعر؟ ليش اللي يتكلم في الفيزياء ما يتكلم في الفلك؟ ليش ما يتكلم بصيانة الموبايلات؟ ليش فقط اللي يتكلم بالشريعة لازم يتكلم في الفيزياء أو يتكلم في الكيمياء أو يتكلم؟ فبعض الناس عندهم هذه الفكرة، ليس لأنهم يرون أن كل الناس يجب أن يتكلموا في الفيزياء، لأنه أساسا غالبا يقول هذا لا يفهم في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في شيء، لكنه يكره علم الشرع. فإن رأى من اختص بعلوم الشريعة، يعني أنا قبل فترة وجدت أن وكالة من وكالات الأخبار ذكرت أن علماء دفعوا مبلغا كبيرا ملايين على دراسة تتعلق بلوحة الموناليزا. ما رأيت أحد هؤلاء الذين في قلبهم شيء من مرض قالوا هذه الملايين انفاقها على الفقراء أحسن. لكن حط لك 100,000 بجامع، أين بطون الجياع؟ لماذا لم تنفق في كذا؟ انفق شيئا من وقتك على أمر من أمور الدنيا، من انفق سنة من سنوات عمرك على بحث يتعلق بالموناليزا عاد، تنفق شهرا من حياتك تعتكف فيه في طلب العلم، يقول أنت روح الناس طلعوا على القمر، هو لا طلع على القمر ولا تعلم العلم الشرعي، والله المستعان. نعم. صفة ذكر صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم ووقار وحلم ووقار وأدب، مكتسبا في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون بالقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، ويستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. قد أقام الأصحاب مقام 3، أما رجل يتعلم منه إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل أو رجل هو أعلم منه فيعلمه أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل. أنا قصدي أن تفصل بين الجملتين يعلمه أنت. نعم. أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه،
لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. قد شغل نفسه بهذه الخصال، خائفا على نفسه أن يشتغل بغير الحق. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهى عنه، ما نهي عنه. يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، ويسأله علما نافعا. همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به. يقول في ذكر صفة طالب العلم في مشيه إلى العالم أن يمشي برفق وحلم، والسير إلى العالم إما يسير منفردا أو يسير مع جماعة أو مع صاحب أو ما شابه. فإذا سار منفردا تذكر نعم الله عليه، تلا شيئا من القرآن، حدث نفسه بشيء من الدين، حمد ربه على شيء من الخير، استغفر ربه مما بدر منه، وهذا من باب أن يؤهل نفسه ويرقق قلبه ليفتحه لطلب العلم. فإن طلب العلم لا يكون بقلب قد رانت عليه الدنيا وغطته المعاصي، فلا بد لطالب العلم من أن يخلي قلبه قبل الدرس بذكر الله بالاستغفار، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى له قلبه وذهنه لتلقي العلم بتلق حسن صالح. هذا إن سار وحده، وإن سار مع جماعة أيضا. أولا، ليس له أن يسير مع جماعة لا ينبغي له أن يسير معها، وإنما يسير مع من كان فيه خير. فهذا الذي معه إما أن يكون من العلماء فيتعلم منه شيئا من العلم، يتكلم يعني يستفيد من علمه بشيء، أو يكون من الأقران يعني الزملاء أو المساوون في العلم فيتذاكران شيئا في العلم، أو يكون ممن هو أدنى منه علما فيعلمه شيئا من العلم، فيكون ذلك افتتاحا للخير وابتداء بذلك الخير. يقول خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق، يوطن نفسه، يؤهل نفسه على الخير والعلم والفقه. لا يمكن أن يأتي في الطريق مثلا يسمع أغاني مثلا ويدخل إلى المسجد وفورا يبدأ بتلقي العلم، هذا غير معقول. لو ابتلي يعني قلنا مثلا ابتلي بسماع الأغاني وما شابه، هذا لن يفتح قلبه إلى العلم، ولكن في سيره في الطريق أخذ شيئا من الذكر أو تلاوة القرآن أو تذاكر العلم وما شابه ذلك مما يرقق القلب لتلقي العلم. قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان، لأن الشيطان سيصرفه عن العلم، من كما قلنا أن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، فالشيطان سيرغب الإنسان بترك العلم. ولن يأتي الشيطان، وهذه مسألة مهمة يجب أن ينتبه إليها الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، الشيطان ذكي، عنده خبرة آلاف السنين في الإضلال، يعني تجي السي في تبعه ما شاء الله شغل، أضل فلانا وأضل فلانا وأضل فلانا وتعلم حتى صار عنده ذكاء في الشر. فيأتي إلى طالب العلم يقول له طيب أنت الآن ذهبت لتحضر درسا مثلا هنا في أخلاق العلماء، وأنت لم تقرأ كتاب ابن تيمية الفلاني، أي أولى تذهب تسمع لك موعظتين ولا تقرأ كتاب ابن تيمية؟ وهذا الموعظتين راح تسجل على فيسبوك بعدين أخذك.
كثير من الناس في بداية طلب العلم يتحمس، ثم تأتيه مثل هذه الوسوسة. هذا الكتاب أبدأ من ذلك الكتاب، يعني أحيانا يفتح الطالب العلم كتابا ليبدأ به، يقرأ حسبا منه، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان، لا انتقل إلى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب أحسن. ينتقل إلى ذلك الكتاب ثم ينقله من كتاب إلى كتاب حتى لا يكون حصل خيرا من سائر الكتب التي مر عليها. يذهب إلى الجامع يقول له الشيطان، طيب أنت بدل ما تذهب وتضيع وقت بالروحة وبالرجعة، وممكن يعني درس الشيخ يطول، ما بعرف إيش، أحضر لك درس لابن عثيمين، طيب مو أحسن لك ما تذهب على الجامع؟ هذا ابن عثيمين عندك دروس موجودة، أي أحسن لك ابن عثيمين ولا شمس الدين؟ والله ابن عثيمين أحسن بكثير. تفتح اليوتيوب تسمع أول درس ابن عثيمين، ثم ينقلك إلى الدرس الآخر، ثم يشغلك بشيء بالفيسبوك، راح عليك لا درس فلان ولا درس ابن عثيمين. هكذا يأتيك الشيطان، دروس والله هذه المسجلة احضرها بعدين بالبيت، ليش لا تذهب إلى المسجد؟ فذهبت بركة المسجد، وذهب بركة العلم في المسجد، وذهب أجر السير إلى المسجد الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى بيت من غدا إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فله أجر عمره، ومن راح إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم علما أو أن يعلمه فله أجر حجة كاملة. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه الذهبي. فيفوت كذلك الأجر العظيم. يقول لك يوتيوب، يقول لك أنت جالس في البيت تشرب متى تشرب شغلة، فنوعا ما يصرفك عن هذا الدرس، ليس صرفا، لا يقول لك لا تذهب إلى الدرس، يقول لك لكن فقط في البيت، وبعدين البيت تفتح الدرس، والله جتك رسالة شوفها، شوف والله المشهور هذاك على الفيسبوك علق عليه العالم ولا ما علق عليه العالم، يشغلك عن طلب العلم وتنسى. ثم قد يجعل شيئا قد يوسوس لك بوسوسة، مع يعني مثلا قبل قليل أنا مزحت مع الأخ محمد، أو في الدرس الماضي مثلا قلت لك أنك لم تنتبه مثلا، فيأتي الشيطان شوف الشيخ هذا لا احترامات، أنا طبعا قلتها مبابي أنه شخص أحبه فلاطفته بذلك، فيأتي الشيخ والله هذا ما احترام، شوف خجلك أمام الناس لا تروح على درسه مثلا. أو قد يفعل شيئا آخر لصرفك عن الدرس، غبت يوم فيقول لك يعني شوف الآن إذا رحت على الدرس راح يلومك الشيخ، روح متأخر على الدرس عشان ما يلقى قبل الدرس ويلومك، وطلع قبل ما يخلص. تجي أنت حضرت الدرس من نصه وطلعت يعني قبل نهايته، يقول لك والله شوف يعني هو كان بده يلومك على انك غبت، بده يلومك الان على انك تاخرت، احسن شيء لا تروح. وفعليا تقع كثيرا من الناس وتقع في قلوبهم ويتاخرون عن الدروس ولا يحضرون بسبب هذه الوسوسه. هذه كلها من خطوات الشيطان، دائما الشيطان يحاول ياتي، قد ياتيك الى مساله مثلا يقولها الشيخ، يقول لك مثلا الشيخ قال كذا لكنه يقصد كذا مثلا، ويدخل نيات خبيثة في، أو يدخل أشياء خبيثة في قلبك على ذلك الشيخ فتنصرف عنه، طرق كثيرة يصرفك عنها. يعني أحد الإخوة، أنا لا أريد أن أذكر لأنكم تعرفون، لا أريد أن أذكر مثال، لكن على العموم يصرفك بصوارف قد ترون، قد يرى الشخص من نفسه يعني أنها صوارف حسنة، يغيب درسا يعتاد على الغياب، صوارف عن طريق طلب العلم كثيرة، وسنجد بعض الكلام الذي يتعلق في هذا لا نطيل فيها. لكن هذا الأصل أن طالب العلم لا بد من أن يحذر من الشيطان ويستعيد من الشيطان في ذلك، وهو العدو كما قال، الحذر من عدوه الشيطان، كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كيف العلم لا ينفع؟ العلم ينفع
فهمه وينفع بالعمل به. فإذا كان العلم يفهم خطأ فهذا علم لا ينفع، وإذا كان العلم لا يعمل به فهو علم لا ينفع. فعندما نستعيذ من علم لا ينفع ونسأل الله علما ينفع، اللهم انفعنا بما علمته، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله علما نافعا، لا نسأله علما ليس بنافع. فالعلم من حيث هو من أصله قد يكون نافعا وقد يكون فاسدا، كما ذكرنا أن هناك علوم هي بأصلها ترجيه. وهناك الناحية الأخرى تلقيها أو المتلقي قد ينتفع بها وقد لا ينتفع بها، فنسأل الله علما نافعا وأن ننتفع به. ونعم نقف هنا لأجل الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.